الآباء والأمهات أدوارهم الحقيقة معقدة شوية، بيبقى فيها جزء كبير خاص بطبعا التربية الجيدة، إن هو يكون يوجدوا الأمور اللي بيحتاجها، الأمور الأساسية اللي بيحتاجها الأطفال وهم بيكبروا، لكن كمان يعني إن هم ياخدوا بالهم بشكل كبير جدا من أي اضطرابات ومن الصحة النفسية عند الأطفال. دي من الحاجات المهمة جدا الحقيقة اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها، خصوصا الآباء والأمهات، لأنها ممكن يكون ليها تأثير سلبي على سلوك الأطفال، وحتى لما بيكبروا بيفضل هذه الآثار موجودة معهم. هذا السلوك أو عدم التصرف بحكمة معاه ممكن تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، ده غير تأثير هذه الاضطرابات الصحية على قدرات الأطفال. عشان كده مهم جدا إن احنا نعرف إيه هي الأعراض والعلامات التحذيرية اللي ممكن لما بنشوفها عند الأطفال تكون ناقوس خطر كده، ونشوف ونفهم منها إن هم بيعانوا من اضطرابات في السلوك. ده اللي هنتعرف عليه مع ضيفتنا اللي بتشرفنا عبر زوم، دكتور نرمين محمود شاكر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور نرمين. في الأول ممكن نعرف الفرق من حضرتك بين طفل بيعاني من اضطراب نفسي وبين طفل سلوكه غير قويم؟ طيب، هو مبدئيا كده الاضطرابات النفسية في الأطفال عموما بنصنفها كذا تصنيف، منها الاضطرابات النمائية اللي هي أسبابها بتبقى أكتر بيولوجية، دي يعني بنلاحظها في النمو والتطور بتاع الطفل، زي مثلا التوحد، الاعاقات الذهنيه وكده، فده جزء من الاضطرابات النفسيه. في اضطرابات اخرى اللي هي اضطرابات السلوكيه، زي فرط الحركه ونقص الانتباه، او اضطراب الجناح اللي هو السلوكيات اللي فيها عنف. وفي بعض الاضطرابات النفسيه اللي هي زي القلق والتوتر، اللي هي بنسميها العاطفيه او الايموشنال، يعني دي اللي هي زي القلق والتوتر والاكتئاب وكده. فالثلاث تصنيفات دول كل واحدة ليها بيبقى سبب أكتر. يمكن الحاجات اللي هي الاضطرابات النمائية أو اللي في النمو والتطور بتاعه دي بتبقى أغلبها بيولوجية. بالنسبة للاضطرابات السلوكية والاضطرابات العاطفية أو دول بيبقى يعني الجزء، طبعا في ممكن يبقى في جزء جيني، ولكن الجزء البيئي بيبقى مهم جدا، والجزء اللي في التربوي او زي ما حضرتك قلت الجزء اللي في البارنتنج او التربيه، والجزء البيئي اللي هو البيئه اللي تربى فيها الطفل المحيطه ممكن تؤدي بيبقى ليها دور اكبر في الاضطرابات السلوكيه والاضطرابات العاطفيه. هل بيكون من السهل التعامل معاها او تصحيح هذه الاضطرابات لو بنتكلم على اضطرابات غير جينيه؟ طبعا اكيد، لان دي بالعكس يعني ده الاضطرابات الجينيه او المشاكل دي بتبقى علاجها اصعب، او يمكن الطفل ما بياخد وقت طويل اكتر. لكن الاضطرابات السلوكيه والاضطرابات العاطفيه لو احنا ابتدينا ان احنا نغير في البيئه اللي حواليه، او نحط ايدينا على الاسباب اللي البيئيه اللي موجوده، سواء خلافات مثلا بين الاب والام، او طلاق، او التعامل نفسه مع الطفل بيكون فيه عنف او عدم احترام او عدم تلبيه للمتطلبات بتاعته في كل مرحله من حياته، لو ابتدينا ان احنا نعمل تدخلات مع العيله وتدخلات مع الطفل وتدخلات في المدرسه، طبعا بيتحسن جدا، وممكن يعني التطور بتاع التعب بتاعه بيبقى افضل، يمكن ردا ردا على سؤال حضرتك، امتى اعرف ان هو دخل في اضطراب نفسي؟ يعني امتى اقول ان ده مثلا طفل شقي بس كده، او ان هو دخل في فرط حركه ونقص انتباه، او دخل في اضطراب يحتاج علاج؟ ده سؤال مهم جدا جدا. امتى اعرف لو حصل خلل وظيفي للطفل ده؟ يعني ايه؟ يعني علاقاته بزمايله ابتدت تختل، او اخواته مثلا ابتدى يبقى عنيف، ابتدى ما يبقالوش صحاب، ابتدى يبقى ادائه في المدرسه ابتدى يقل، ابتدى ما بقاش بيحصل دراسيا، ده ابتدي اعرف ان ده ابتدى يبقى عنده مشاكل اضطرابات نفسيه محتاجه علاج. تمام. طيب، دي احد المؤشرات اللي حضرتك بتقولي ان احنا بننتبه بيها، ان هو هذا الطفل عنده بعض المشاكل ولازم ان احنا نبتدي نشوف المشكله فين. حضرتك ذكرتي نقطه مهمه جدا، وهي احترام الطفل. ممكن مفهوم يكون مش شائع قوي ومش ناس كتيره بتركز فيه، بيقول لك ده طفل مش مشكله، او حتى ما يبقاش بيدوا له القدر اللي بيحتاجه نفسيا من احترام. لو حضرتك يا ريت توضحي لنا النقطه دي، لانها ممكن تبقى غايبه عن الكثيرين، خصوصا من الاباء والامهات لو مش مدركينها. بص، هو دي حاجه مهمه جدا جدا في التربيه او البارنتنج اللي حضرتك بتتكلم عنه، ان انا ابقى عندي وعي بكل مرحله من مراحل الطفل ده حياته، منذ يعني الولاده
لحد ما يخلص مرحلة اللي هي المراهقة. لو انا تمام. قادر اعرف متطلباته هقدر البيها، وبالتالي هو هينمو او هيبقى الصحه النفسيه بتاعته كويس. يعني مثال مثلا في مرحله ممكن نجيبهم من منذ الولاده، اول ما بيتولد ده اول سنه دي مهمه جدا في حياه الطفل، او اول 5 سنين كمان بس اهمهم اول سنه. لو انا أول ما سنة لبيتش أغلب الاحتياج الناس بتقول إن هو لسه يعني مفيش تفاعل قوي، مش مدرك للي حواليه و ده دي اهم سنه في حياه الطفل، لان ديت هو دلوقتي طفل يعني ما عندوش اي وسيله لان هو يلبي حاجاته. يعني لازم يبقى فيه شخص هو اللي بيعتني بيه، الشخص ده بالظبط. لازم يلبي له احتياجاته العاطفيه والماديه. يعني مش مجرد انا باكله واشربه وانيمه بس، لازم يبقى فيه رابطه ما بينه وما بين او حب وحنان وتلبيه لرغباته في الفتره اول سنه. تمام. يعني هو محتاج ان انا العب معاه واقضي معاه وقت وانمي الحواس بتاعته. لو ما عملش الرابطه دي في اول سنه بيبقى عرضه للاضطرابات النفسيه لما يكبر، سواء الخوف او القلق او العلاقات الاجتماعيه بتاعته بتبقى مضطربه. زي مثلا الامهات اللي ممكن يسيبوا اطفالهم مثلا يعني ما يبقوش بيتفاعلوا معاهم، ده بيؤدي الى ان هو لما بيكبر بيعنده مشاكل نفسيه. بعد كده لما انا بيكبر شفت شويه والله يا مثلا دكتور، عذرا بس يعني لان في امثله بنشوفها في حياتنا بتؤكد اللي حضرتك بتقوليه، والناس بتقول لك انه لا عشان ما يبقاش متعود انه اول ما يعيط ان هو يلاقي اللي هو عايزه فيكتسب هذا السلوك، ان هو العياط يبقى ده طريقته في انه يطلب الحاجه. بس حضرتك بتقولي في اول سنه تحديدا الموضوع ده بالظبط ما ينفعش خالص، ما بالظبط. ينفعش يعني خالص يبقى غلط تفكير مثلا سليم. في سن 3 سنين، ما ينفعش في سن 3 سنين يعيط البي له طلباته بالعياط. ده يدخل يعني في السن 3 سنين، لا ده ضغط وده هيبقى طفل زنان، دي قصه تانية خالص. عشان كده لكن كل في سن مرحلة اول سنه بتتقسم بالظبط متطلباته ايه في اول مرحله. اول سنه دي لازم يبقى فيه الام بالعكس تكون حساسه جدا، وبنسميها الكيوز او الـ الحاجات الرسائل اللي بيبعتها لها الطفل، ازاي هي تريحه، ازاي تتطبع بطبعه، ازاي تعامله معامله بحيث يبقى مبسوط ومستريح، وتعمله كمان زي تحفيز للحواس بتاعته. ده يعني طبعا محتاج وقت منه، دي في اول سنه. بعد كده لما بيكبر شويه عن سن 2 لازم يبقى يخرج عن اطار العيله، يعني مش بس الاب والام، لازم يبقى ليه يلعب مع اطفال في سنه، يروح حضانه، يبتدي ان هو يبقى عنده حياه اجتماعيه شويه. تمام. عند سن من 3 لـ5 لازم يكبر، يعني يبقى في بقى تعليم لغه، يبقى فيه زي حضانه او مدرسه او كده. وفي نفس الوقت في المرحله من 3 لـ5 دي زي ما حضرتك بتقول، لا ما ينفعش ان البي له رغباته بشكل دائم، لا ده هو بيبتدي يعتمد على نفسه، وده ما يقلش من الاحترام تماما. يعني الضرب، العنف، التعنيف، العقاب الشديد من سن 3 لـ5 ده بيؤدي لاضطرابات نفسيه شديده لما بيكبر. يعني ما يعني ينفعش ان انا مبدأ اعاقبه العقاب عقوبات ممكن يبقى شديده، موجود لكن مش عقاب شديد في سن من 3 لا ل 5. مش عقاب شديد، طيب. عقاب يعني طبعا تربويا دي حاجات تطول شرحها، لكن عموما باختصار اني لازم احطه في قالب اللي هو الجود بوي او الطفل الكويس، او وابتدي اعرفه على التصرفات اللي المفروض الطفل ده يعملها. لو ما عملهاش ببين له ان انا مش مبسوطه، لكن مش ابتدي يعني لا انت مثلا ولد كويس فالمفروض الولد الكويس ما يعملش كذا. تمام. العقاب ما يبقاش شديد، لو العقاب شديد لما بيكبر بيحصل عنده مشكلة نفسية.